نور، وهلا رح ننتقل لمحطتنا التالية مع دنيا الأطفال، العالم البسيط لكن المليء بالحذر في كيفية تربية الطفل وغرس المفاهيم الصحيحة لديه. كيف بنعزز وبنزرع الثقة بنفوس أطفالنا هو السؤال المحوري اللي رح نطرحه اليوم على دكتورة غالية البغدادي الخبيرة بمجال الطاقة. صباح الخير. صباح الطاقة. صباح النور سلمى، يسعد صباحك. صباح يمكن الخير. كتير مهم من بداية التربية عند الأهل زرع الثقة عند الأطفال مشان ما يكون عندهم يمكن مشاكل نفسية أو مشاكل بالتعامل مع الآخرين. خلينا نحكي نبلش خطوة خطوة، يمكن من خلال علم الطاقة كمان نوعا ما فينا نعزز ثقة الطفل بنفسه. تمام. هلا على طول الناس بتسأل انه من امتى بنبلش نحن نعزز الثقة عند اطفالنا او من انه سن بتبدأ. في ناس بتفكر انه بس يكبر الطفل، وهو هذا اكبر غلط. نحن بنبلش بتعزيز الثقة من اول ما يخلق الطفل، لدرجة انه هو لو كان الطفل فينا يحكي نحن لحتى ذهلنا يمكن بهذا السن، على قد ما بيكون هو ذكي وبيكون هو جاي وعم بيثبت قدومه للعالم وعم يثبت من طريقة أفكاره وطريقة معاملته مع أمه وأبوه، لدرجة أنه هو بيكون الطفل لما بيكون صغير أكل ونظيف وكل شيء بتحطيه بالتخت بيبكي. ليش بيبكي؟ هلأ هو فورا بيعرف أنه أنا هلأ إذا بكيت بدهم يجوا يحملوني إجباري، بدهم يجوا. فهي هي عادة بتعودها، هي من البداية. فنحن أول شغلة لما بيكون الطفل أموره كلها تمام المفروض بس يبكي ما نحمله. هلا هي اكيد نوع من انه التربيه الصحيحه، انه انت خلص انت نظيف، انت ما بدك شيء، انت ما لازم انا يمكن احمله. من اهم المفاهيم التربيه اللي زرع بنفوس اطفالنا من اول يوم بيخلق فيه ل6 سنوات، يمكن هي اهم مرحله لازم نركز عليها. صحيح، لانه الطفل بالنهايه هو عم يجمع معلومات، وكم هائل من المعلومات اذا بدك من الناس اللي حواليه، امه وابوه كيف بيتصرفوا، يعني هالقصص هي هو بقى عم بيخزن، هو عامل مثل كمبيوتر وعم بيخزن، ولدرجه انه بيكبر وبتضل هالقصص معه. هلا نحن سلمى يمكن مثلا هلا اقول لك مثلا شو عملتي اول امبارح، تكوني نسيانه، بس اقول لك بتتذكري لما كنتي صغيره شو كنتي تعملي، بتقولي لي ايه. فحتى نشوف قد ايه انه نحن لما بنكون تمام المعلومات بتضل مخزنة عنا. فنحن هون بهالفترة بالذات العمرية لازم ننتبه نحن شو عم نعطي لأطفالنا أو شو عم نزرع فيهم. هل نحن عم نعطيهم معلومات صحيحة حتى يطلع هو بس يكبر إنه هو شخص عن جد عنده ثقة وعن جد تربيته صحيحة، أو نحن شو عم نزرع، عم نزرع شغلات خطأ. هلأ نحن منبلش عنا على طول الأمهات على طول عندها كلمة لا أو ممنوع أو ما تعمل أو ما تساوي، وهي شغلة كتير هي غلط نحن نقولها لطفلنا، خصوصي ببداية عمره مثلا. يعني نحن أول ما بده يبلش مثلا يأكل لحاله، هلا هذا نوع من الثقة، خليه ياكل، معلش أول مرة يمكن صعب يلاقيها، بس ثاني مرة ثالث مرة حتزبط، نوع من الثقة. هون ببلش هو يعتمد على حاله إني أنا أستطيع. نحن عندنا المشكلة الأمهات لا، ما في، بتوسخ حالك، بتوسخ ثيابك، أنا بطعميك، لدرجة إنه بيكبر الطفل وبصير شاب وبتلاقي لا أنا بحب ماما تلف لي سندويشة. يعني بضل معتمد على انه امه او بيقول لماما انت لامه انت سكبي لي. يعني شوفي قد ايه بيكبر بتضل هالقصه معه، حتى بطريقه مثلا الثياب او شراء الثياب على طول مثلا الام لا هيك بدك تلبس، هذا بيلبق لك، هذا ما بيلبق لك، ما لازم هذا اللون تاخده. يعني تخيلي قديش هذا كمان بيكسر الثقه عنده، بصير بفكر حاله انه انا ما بعرف نقي. بتلاقي قد ايه بنشوف نحن صبايا كبار وشباب كبار بيقول لك والله بدي انزل على السوق انا وماما مشان تنقي لي تشتري لي ثياب. يعني فنحن عم نزرع فيهم شغلات هي بالنهاية بتقلل من ثقته، لدرجة انه هو اذا بده يروح لحاله يشتري ثياب بيلاقي الموضوع كتير صعب وما بيعرف يختار، بيقول لك حلو او مو حلو، بيضل عنده هذا الخوف او التلبك. نحن لازم على طول ندعمهم، نخليهم يشتغلوا كل شيء لحالهم. يعني اول ما بده يبلش الطفل يتعلم ياكل، معلش خليه يوصي، خليه ياكل. اول ما بده يتعلم مثلا يفوت يلعب بالعابه، العب بالعابك، بس رجع انت ضبه، انت مسؤول عن هالنقطه. هي كلها اول شيء عم بتعلمي التربيه الصحيحه، وثاني شيء عم تعطي ثقه بالنفس انه انت فينك، انت بتقدر، مو انت انه ما فينك تعمل شيء بالحياه. لا، مجرد ما بلش هو يطلع اغراضه يلعب فيهم ويرجع يضبهم، هذا نوع كثير مهم انه انت انا استطيع. يعني بحس حاله انه انا لعبت ورجعت ضبيت. فهون هون بتبلش بدايه الثقه بالنفس، وببلش الشخص يعرف او الطفل يعرف اني انا موجود انا استطيع. اكيد. يعني غاليه مثل ما حكيت يمكن الاعتماد على النفس هو شيء كثير مهم زرعه عند الاطفال من البدايه.
البداية وما يكونوا اتكاليين، لأنه هذا الشيء بيضل لبعدين بكل حياتهم. بس في كمان الأهل لهم دور، يعني في ناس مثلا بتقلك لا أنا ما فيني إلا هاي التفاصيل أنا بحب ساويها، وخصوصا الأم، يعني بيكون طفلة أو ابنة لسنوات طويلة هو محور حياتها. فينا نقول إمتى الأم بتقدر تعمل بدل ما يكون تخليه اتكالي تعمله تشاركي؟ يعني كيف تقدر تخليه هذا الشيء تحس انه هو الشريكه بالموضوع مو هي اللي قائمه فيه تماما؟ تماما. هلا هون الدور بيلعب عند الام، يعني احنا بدنا نشتغل عند الام انه هو صحيح طفلك، صحيح انت فرحانه، وصحيح بدك تشتغلي انت على ادق التفاصيل حتى تنبسطي فيها، بس كمان انت هون بالنهايه انت في ضرر عم تأدي لهذا الطفل. هل انت مبسوطه بهذا الشيء اللي عم بيصير؟ لدرجه انه بتلاقيه حتى بيروح على المدرسه شخصيه مهزوزه، بيضل متعلق بامه، ما فينه يعمل شيء ابدا من دون امه، وهي شغله كثير غلط. لا، نحن هون لازم نركز على الام، انه مثل ما حكيتي سلمى، انه لا تعال انا وياك نعمل هيك، تعال انا وياك نشتغل هالقصه، تعال انا وياك نطلع مشوار، انا وياك ننقي الثياب، انا يعني فينا تعمل هاي القصه. بس هون بدنا نشتغل على الام، وتكون الام عن جد مقتنعه. نشتغل على الام وعلى الاهل، لانه تماماً. الاهل نوعا ما هن بياثروا بطريقه غير سلبيه بدون ما يعرفوا، يعني أكيد. انه ابني وحيدي مثلا او بنتي مدللته، انا بعمل لها شيء انه وبتفتخر، ما بدي تعبها، ما بدي اعذبها، ما بدي تماما. وفي عندنا 25 سنه هي قاصه المي ما بتشيلها. مزبوط، صحيح. وفي عندنا نحن هون مشكله كمان، انه مشكله الطفل الاول، الطفل الاول يعني ما بتحسي ابن امه وابوه وابن سته وابن خالته وابن عمته وابن الكل بده يشارك بتربيته، والكل بده يعطيه، لدرجه انه هذا الطفل ما عاد بقى ابدا تقدري تسيطري عليه، هو خلاص يعني فقدت السيطره. كمان الكل بده يربيه او الكل بده يعطيه قواعد اساسيه بالحياه بيضيع، يعني مثلا مفهوم مثلا التربيه بده ياخذ من امه او من سته او من ابوه، ما عاد يعرف انه الصح. هي كمان تماما وطاق. يعني نحن لازم نركز على هالقصه، انه نحن الطفل بياخذ المعلومات او الاوامر فقط من امه وابوه، اما المحيط اللي حواليه عليه انه يحترمون، انه لا تعمل هيك، إيه انه يحترم اراء، اما ما انه يفوتوا او يقتحموا حياتهم الخاصه، يقتحموا قلب بيتهم، انت شو عم بتطعمي او انت شو عم بتشربي او لبسي هيك او هيك بيصير او هيك ما بيصير، هي اكبر غلط. لدرجه انه الطفل هون بيطلع عن جد شخصيته جدا مهزوزه، ما عنده ثقه بحاله نهائي ولا فينه يعمل شيء، وبتحسي بس يكبر ما بيكون صاحب قرار، يعني ما بيكون صاحب قرار ولا بيكون صاحب هدف، بيكون عنده رده فعل معاكسه. تمام، يعني بيكون يعني اتكالي، هو بيكون شخص اتكالي فقط، بده يتكل على امه وابوه باي شيء بالحياه، حتى بالشغل. إذا كبر وبده يشتغل، إيه بابا شوف لي أنت، ماما شوفي لي أنت، يعني شوفي لوين نحن عم نأثر. وبالنهاية بيجوا الأهل بيقولوا لك والله أنا ابني ما عم بيطلع بإيده شيء، ما عم يقدر يعمل شيء. طب ليش؟ من الأساس أنتوا ربيتوه هيك، كيف على الكبر بده يتغير؟ فنحن هاي القواعد هاي لازم من الأساس نزرعها فيه. أكيد. كمان غالية خلينا نحكي عن الضفة الأخرى من الثقة بالنفس أو زرع الثقة بالنفس اللي ممكن تتحول للغرور. إمتى فينا نقول إنه نحن مسيطرين لسه على هذا الموضوع؟ تمام. هلا هي الثقه بالنفس والغرور هي شعره تفصلهم عن بعضهم. هلا على طول نحن ما عرفنا بس بالبدايه انه شو مين هو الشخص الواثق من نفسه، كيف بيكون. هلا الشخص الواثق من نفسه بتحسيه شخص كتير ايجابي، عنده طاقه ايجابيه لدرجه انه بتشع على الناس اللي قاعدين حواليه، على طول افكاره او الكلمات اللي بيحكيها هي ايجابيه، على طول عنده حل لاي مشكله بيفوت فيها، على طول بيكون بتحسيه انه هو من الاشخاص اللي كتير لبق بمعاملته مع العالم، وعنده هدف وعارفان شو بده. الشخص اللي ما عنده ثقة بتحسيه على طول شخص مهزوز، أي خطوة بده يعملها بيقدم خطوة لقدام وبيرجع ثلاثة لورا، أفكاره ما أنا مترابطة، لدرجة إنه حتى إذا بده يطرح أي مشروع أو بده يحكي أي موضوع بتحسيه كتير متلبك، ما أنا عارفان شو بده يحكي. فهذا الفرق بين الاثنين. هلا بالنسبه للي حكيتيه سلمى، هلا نحن نسيت انا السؤال. الفرق بين الثقه والغرور. تمام، الفرق بين الثقه والغرور. هلا مثل ما قلت لك هي شعره. هلا نحن على طول بنربي اولادنا على شغله معينه، انه انت كثير حلو، انت ما في منك، هي انا ما بلاقي مثل جمالك، انا كذا، حتى اذا غلط وبنعرفه انه هو غلطان، مثلا غلط بحق ابن الجيران او غلط بحق حدا، واجوا مثلا بدهم يقولونا انه ابنكم غلط، الام فورا او الاب بتوقف، انا ابني ما بيغلط، انا ابني ما بيعمل، بيكون هو غلطان. هلا هون ببلش الطفل نزرع فيه شغله الغرور، انه انت ما في منك، انه انت ما بتغلط. مجرد ما اهله طمعوه زياده عن اللزوم، ما عاد صفيت شغله ثقه، صفيت شغله انت عم تزرعي فيه عادات سيئه او عم تزرعي فيه الغرور. في فرق كثير كبير بين المغرور وقوي الشخصيه. تماما. يعني في فرق بين يكون مغرور مثلا وما بيتهتم بالاخرين، يعني انا ومو فارق معي اللي حوالي. في فرق كتير كبير بين الثقة بالنفس، يعني هي
نقطة كتير مهمة، بيقولوا لك إنه شخصيته قوية، لا هذا مغرور حتى بطريقة كلماته وتعاطيه مع الآخرين، لا ابني قوي شيء شخصيته وأنا هيك بدي إياه. قوي الشخصية بيكون، أو اللي عنده ثقة زايدة بيكون قوي، عارفان شو بده بس باحترام، ما بيتعدى الوقاحة. الغرور المغرور بتحسيه لا يتعدى الوقاحة لدرجة انه بيواقح بأي كلام بدك تحكي، لا بيرد جواب او بيحكي، هذا الفرق بيناتهم. بس هون بتشوفي عن معرفة عن علم عن ادب، هون بتحسي انه لا ما له علاقة بالموضوع، هو مجرد غرور، يعني هو شخص فاضي من الداخل بس حكي او مظاهر خارجية هو بيتبعه. وبرجع بقول لك هو هذا غلط من الاهل او من تربية الاهل، لما انا بضل بقول لابني لا انت ما في منك انت صحيح. هلا حلو انه نمدحه، الكلمات الايجابيه اكيد انه حلوه تمام تحفيز، بس ما تتعدى، ما تتعدى هذا الشيء، ما نحسسه انه انت ما في حدا مثلك بالعالم، مستحيل يكون مثلك، ما في بجمالك ما في باخلاقك ما... يعني هدول الكلمات زياده عن اللزوم، هون نحن زياده بنزرع فيه شيء غلط اذا بدك. أكيد، يعني مثل ما قلتي غالية ضروري نحن نعرف كيف نزرع هاي الثقة وما نكون ضد أولادنا لا بالدلال الزايد ولا حتى بالزرع الثقة الزايدة عن اللزوم. أكيد. هاي الحدود كتير مهمة. كمان خلينا نعرف سلبيات هاي الشخصيات، يعني كل شخصية ذكرناها إلى سلبيات وإلى إيجابيات. أكيد. نعرف سلبيات الشخصيات وقديه بتأثر على حياتهم. أكيد هلأ تأثيرها على حياتهم هي كتير كبير، هو أول ما بينضر هو الشخص نفسه، يعني أول ما بيتأثر بهاي المواضيع هو الشخص نفسه، يعني بعدها بقى ببلشوا الأهل إنه يحكوا ويقول يا الله أنا أبني ليش هيك ليش هيك عم بيصير معه. ما هو الأساس أنتو، نحن لازم نشتغل على شيء معين، لهيك بنبلش، لهيك بنقول إنه لازم تبدأ هاي مع أول يمكن أيامه لا تماما طفل. من أول أيامه لازم يمكن نبلش، يقول لك إنه لا معلش حتى لو هو ببطنك للأم حاكي، حتى طريقة تعاطي معك بتختلف، يعني هون لازم نشتغل هاي التفاصيل من بداية، من أول شهر يمكن لأربع سنين خمس سنين، هي بتأسس شخصية الطفل لبعدين. يعني أنا بحكم على طفلي بعمر العشرين عن بأربع خمس سنين اللي عاشها، كيف كان عاشها أبوه وأمه متفقين كيف طريقة تعاملهم مع بعض، وهذا بيلعب دور كتير كبير بحياة الطفل. لأن نحن عنا مشاكل كتير بتصير أول شيء بالتربية وتدخل الآخرين، طريقة أسلوبنا بالحياة، إنه أي نحن نقاش بنحكينا حق الطفل، نحن على طول منقول إنه هو ما له فهمان أو هو ما له عرفان شو عم يصير، لا الطفل هو فهمان وهو عرفان أي كلمة عم تنحكى ناحه. هاي نقطة كتير مهمة حتى نشوف شو نحن الألفاظ اللي عم نحكيها ناحه، وعلى طول منقوله إنه شوف رفيقك أحسن منك، شوف ابن خالتك، شوف هذا كله بينزل من الثقة. يعني نحن بدنا ننتبه شو عم نعمل حول طفلنا، لأن هو الطفل برجع بقلك بياخذ كل شيء من أهله، يعني نحن مثل الاسفنجة هو بيغب كل شيء، فلازم نكون كتير واعيين للشيء اللي عم نعمله. بعدين عنا المرحلة الثانية اللي بتجي وهي مرحلة المراهقة، مثلا الصبية أول ما بدها توقف تبلش توقف على المراية، يعني أنا بستغرب بكتير أمهات إنه بتجي بتقول إيه شو مفكرة حالك صرت كبيرة شو وقفك على المراية، يلا روحي التهي بدراستك أو شيء، بتبلش تكسر لها من هالثقة اللي بلشت انه هي تشوف حالها صبية تشوف حالها حلوة، وهذا موضوع كتير خطر. لا نحن لازم نتقبلها، هي بالنهاية حقها انه تشوف حالها وتهتم بحالها، بس نعطيها التوجيه الصحيح انه ماما صح انت صرتي هلا كبيرة في تغيير بجسمك هرموني، انت عم تتغيري انت عم تحلي، بس هذا الشيء ما بيمنع انك انت بدك تتابعي يعني دراستك امورك، اما ما نضل كل وقتنا على المراية. وحتى الشاب نفس الشيء، اول ما بده يبلش يعبر عن رأيه ببلش مثلا بده يحكي مثلا يناقش باي موضوع بالبيت، بيقول له ابو شو فكر حالك، ان شاء الله فكر حالك صرت كبير، انت اسكت ما بتتدخل، لا ان شاء الله مفكر هالشعرتين اللي على مثلا انه شواربك او كذا انه صرت انت، فابدا كلام كثير مؤذي يمكن الاهل ما بينتبهوا عليه وبيأثر بطريقه كثير تماما سلبيه على يعني الشاب او الصبيه. مزبوط، فبتحسي الطفل هون او الشاب اذا بدك ما عاد له اي شخصيه ابدا، انكسرت هاي الطاقه اللي عنده، بيصيروا لوين بيلجؤوا؟ بيصيروا بيلجؤوا للخارج للي بيدعمهم، ان كان البنت بتلجأ للخارج لحدا بده يدعمها ويقول لها انت حلوه، والصبي نفس الشيء بتلاقيه بيفوت على البيت ما له علاقه بينزوي وبيطلع على برا بده يعمل حاله انه هو عنتر وهو بيقاتل اللي هو كذا وهو، فهون يعني هي مشاكل نحن كتير هلا عم نتعرض لها، فلازم كتير ننتبه، يعني نعطيهم حقهم، نعطيهم الشيء الصحيح، ما في شيء عنا اسمه لا، ما في شيء عنا انك تقولي له للطفل انا ما بعرف. الام والاب على طول لازم يكونوا هن المرجع لاطفالهم، المرجع الحقيقي، ويعطون الكلمات وحتى اي سؤال بينسالوا عليه يعطون هن الجواب الصحيح يلي بيناسب طريقه تفكيره، يعني كل مرحله عمريه اكيد وإلى
طريقة تفكير معين بالحياة تناسبه، بس ما في شيء نقول له أنه لا وهلا شو أنت مفكر حالك أو شو كذا، هذا كله بيكسر من الثقة عند الطفل وبتطلع عن جد بس يصير شاب بتطلع شخصيته كتير مهزوزة. أكيد. يعني غالية اليوم حكينا يمكن كتير تفاصيل مهمة لكل اللي تابعنا أو لكل الأهل اللي تابعونا، بدنا نشكر وجودك معنا دايما حبيبتي. تعطينا طاقة وحتى هيك بتخلينا نفوت بتفاصيل حياتنا ونعرف كيف نحن نمشي كل يوم. شكرا كتير لك غالية. شكرا لك دكتورة غالية البغدادي خبيرة في علم الطاقة، شكرا كتير لك. أما هلا